الظهيرة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. أكثر من 100 بين قتيل وجريح باحتدام المعارك بين الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق. إضراب الأسرى متواصل لليوم 13، والاحتلال يفرض إغلاقا عسكريا على الضفة وغزة لثلاثة أيام. مواجهات في مدن برازيلية بعد أول إضراب عام في البلاد خلال 20 عاما، احتجاجا على سياسة التقشف للرئيس تامر. في اليوم الأخير من زيارة مصر، البابا فرانسيس يترأس قداسا في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بحضور آلاف الأشخاص. في قصة إنسانية لافتة نقلتها الميادين نت، طبيب لبناني يهب الحياة لمريض بمنحه إحدى كليتيه. ارتفعت حصيلة الاشتباكات المتواصلة بين جيش الإسلام من جهة وجبهة النصرة وفيلق الرحمن من جهة أخرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى 120 بين قتيل وجريح. وأفادت مراسلة الميادين بأن مسلحي النصرة وفيلق الرحمن سيطروا على بلدة حزة بعد اشتباكات عنيفة مع جيش الإسلام، وبأن المعارك متواصلة على محاور الأشعري وفتريس وبيت نايم. عادت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مئات القتلى وعشرات الجرحى حصيلة الاشتباكات المتواصلة بين جيش الإسلام من جهة وجبهة النصرة وفيلق الرحمن من جهة أخرى. مراسلة الميادين أفادت بأن مسلحي النصرة وفيلق الرحمن سيطروا على بلدة حزة بعد اشتباكات عنيفة مع جيش الإسلام، وأضافت أن المعارك متواصلة على محاور الأشعري وأفتريس وبيت نايم. المعارك بدأت بهجوم لجيش الإسلام على مقر التنظيم في عدة بلدات بينها عربين وكفر بطنة، وفي بيان له اتهم جيش الإسلام جبهة فتح الشام وفيلق الرحمن بالتصعيد الدائم إن كان بقطع الطرق أو الاعتداء على مسلحيه وإهانتهم على الحواجز وإعاقة وصول عناصره إلى جبهات القتال ضد الجيش السوري في القابون شرق العاصمة. من جهتها نفت فصيلة فيلق الرحمن اتهامات جيش الإسلام ووصفت هجومه بالكيدي. الاقتتال المتجدد بين المجموعات المسلحة يأتي بعد عام من الاشتباكات التي اندلعت بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وجيش الفسطاط الذي كانت تشكل جبهة النصرة عماده من جهة أخرى. اشتباكات أدت وقتها إلى مقتل 500 مسلح قبل أن تنتهي بوساطة قطرية. ومن العاصمة السورية تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. ديما، آخر التطورات والمعلومات والصورة الآن في الغوطة الشرقية. نعم كمال، يعني بدأت تتداول قبل قليل تنسيقيات المسلحين نقلا عن الناطق باسم النصرة عماد الدين مجاهد بأن هناك ما لا يقل عن 25 قتيلا من النصرة أثناء الهجوم الأول لجيش الإسلام، وأيضا نقلا عن الناطق باسم فيلق الرحمن وائل علوان بأن هناك حوالي 30 قتيلا في صفوف فيلق الرحمن كمان، يعني أيضا في الساعات الأولى لهجوم جيش الإسلام. وبالتالي إذا كانت هذه فقط وحدها الحصيلة من جيش الإسلام، عفوا، من فيلق الرحمن والنصرة، يعني هذا يعني بأن أعداد القتلى هي مرشحة أيضا للارتفاع بموجب، نعم، هي ترتفع أيضا بموجب ما تتناقله هذه التنسيقيات. وبالتالي أيضا هناك أعداد كبيرة جدا من الجرحى، مع كما تحدثنا في التغطية مع صعوبة نقلها إلى المشافي الميدانية نتيجة وجود، يعني نتيجة نصب الحواجز بين مناطق التماس وبين خطوط التماس بين الطرفين بكل الأحوال، وكل طرف يمنع الآخر من إمكانية المرور أو العبور عبر المنطقة التي يسيطر عليها. أيضا بدأت تتناقل هذه التنسيقيات كيف أن الهجوم توسع ليس فقط يعني مبادلة إطلاق الرصاص أو حتى القصف بين الطرفين، وإنما أيضا في الهجوم على المقرات وهجوم على حتى الدور المؤسسات والجمعيات التابعة لكلا الطرفين، بمعنى أننا أيضا نشهد توسيعا أو توسعا
في شكل المواجهة بين الطرفين، في جغرافيا المواجهة بين الطرفين، وهذا ما يرشح بأن الاقتتال لن يتوقف على الأقل خلال فترة قليلة، إلى جانب ارتفاع في حصيلة القتلى بين الطرفين والجرحى بينهما. طيب ديما، فيما يتعلق أيضا بالقابون واليرموك، أيضا آخر التطورات والمشهد هناك؟ في جبهة القابون طبعا يتقدم الجيش السوري بشكل مهم في هذه الجبهة، إلى جانب طبعا الدعم بالقصف الجوي الذي لم يتوقف طيلة هذا الصباح. كان هناك قصفا مكثفا على هذه المنطقة، على معاقل المسلحين فيها، وأيضا على طرق الإمداد للمسلحين ضمن أيضا القابون، لمنعهم من إمكانية تقديم الدعم أو المؤازرة على واحدة من الجبهات التي يتقدم فيها الجيش. الجيش يتقدم بطريقة من أجل يعني تضييق الخناق على المسلحين في القابون، لكي لا يوسع في جبهات يعني مواجهته معهم، وكي لا يكون هناك قدرة للمسلحين على فتح جبهات أخرى أو ثغرات أخرى في القابون لإشغال الجيش عن تقدمه. لذلك هو يسير في هذه العملية بتضييق الخناق شيئا فشيئا، بدأها من البساتين، بدأها أيضا ومهد لها بشكل جيد جدا عندما قطع أي إمكانية للإمداد أو للتواصل بينها وبين جوبر ومنها إلى الغوطة الشرقية. لذلك العملية يستمر فيها الجيش دون أن تتمكن حتى اللحظة المجموعات المسلحة من إمكانية استعادة المبادرة ولو على واحدة من شبهات القابون أو القيام بهجوم مضاد. أما بما يتعلق بمخيم اليرموك، طبعا لا تزال اشتباكات قائمة، وهي اشتباكات يعني مستمرة ومتقطعة بين النصرة وداعش، لكنها اليوم هي يعني أعنف وتيرة واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة. شكرا جزيلا ديما نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق، على كل هذه المعلومات. فاز الإعلام الحربي بدخول الجيش السوري والمقاومة قرية درة الحدودية مع لبنان شمال غرب بلدة سرغاية في ريف دمشق الشمالية الغربي. جاء ذلك بعد انسحاب المجموعات المسلحة منها. أرسلت القوات الأمريكية دوريات في منطقة الدرباسية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بعد تبادل للقصف واشتباكات بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب عبر الحدود السورية التركية. أمريكا تسير دوريات عسكرية وتنشر قواتها في منطقة الدرباسية في الحسكة شمال شرقي سوريا. التعزيز الأمني في المنطقة القريبة من الحدود التركية مؤازرة لحلفاء الداخل السوري أمام خصومهم على الحدود بعد أيام من القصف التركي واشتباكات عناصر من جيشه مع وحدات حماية الشعب على الحدود بين البلدين. التعزيز الأمريكي تمثل بنحو 100 شاحنة محملة بدبابات وناقلات جند أدخلت عبر معبر سمالك الحدودي مع العراق باتجاه الشمال السوري حيث الحسكة، فيما انتشر قسم من القوات الأمريكية في محيط بلدة الدرباسية المصابة بنيران المدفعية التركية قبل أيام. بعد الغارات التركية على مركز القيادة العامة في قرشو والاستمرار في قصف النقاط الحدودية واستهداف المدنيين من ديريك وحتى عفرين، بسبب هذا أتت القوات الأمريكية للوقوف على الوضع وأرسال التقارير إلى الإدارة الأمريكية، وتتوزع على 3 نقاط: الأولى من الدرباسية وحتى رأس العين، وتنتشر راداراتهم لكشف الطيران وهم على الأرض، والمجموعة الثانية من رأس العين وحتى تل أبيض، أما الثالثة من تل أبيض وحتى كوباني. والهدف من توزع هذه القوات هو إيقاف القصف التركي على المدنيين. الخطوة الأمريكية هي بريد عسكري لأنقرة من أن قوات حماية الشعب ستبقى حليفتها على الأرض في محاربة تنظيم داعش، ولا سيما مع تصريحات الغرب الأخيرة من اقتراب موعد معركة الرقة، حيث الحضور الكردي القوي المؤهل لكسر شوكة التنظيم، ودرس عملي للكف عن تصويب نيرانها خارج الحدود مخافة تشكل مكون كردي في الشمال السوري، ما سينقلب بنتائج عكسية على الجنوب التركي. أمريكا لا تريد حرف المعركة عن هدفها الرئيس وهو القضاء على داعش، وإن كان بين الحلفاء أفرقاء. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية حث جميع الأطراف المعنية على التركيز على العدو المشترك تنظيم داعش، عسى أن يخرق صوته أزيز رصاص الحدود التركية السورية أو يقفز فوق صراع عقود بين تركيا والكرد. أعلن الجيش التركي اليوم مقتل 14 مسلحة من حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية للجيش شمال العراق.
هذا وأعلنت رئاسة الأركان التركية مقتل 89 من حزب العمال الكردستاني في غارات شنتها مقاتلاتها على مواقع الحزب في منطقتي سنجار شمالي العراق وقرة شوك شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي. في المواقف أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة توحيد الجهود بين موسكو وواشنطن من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا. لافروف وخلال لقائه نظيره الأردني في موسكو قال أن روسيا مستعدة تماما للتعاون مع واشنطن في الملف السوري ومكافحة الإرهاب. بدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن الجولة الجديدة من مباحثات السلام السورية في جنيف يمكن أن تجري أواخر الشهر المقبل. بوغدانوف أضاف أن ديمستورا سيزور موسكو قبل هذه الجولة، كما أنه سيعرج على بعض الدول والعواصم وسيقوم بالاتصالات الضرورية، لافتا إلى أنه لدى ديمستورا أفكار حول ما يجب إنجازه بعد مباحثات أستانا. إلى العراق، حيث تتقدم قطعة من الشرطة الاتحادية باتجاه المنطقة المحيطة بجامع النوري من محور باب جديد والبان تحت غطاء من القصف الصاروخي، وفق ما أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت الذي أضاف أن الطائرات المسيرة التابعة للشرطة الاتحادية استهدفت ثكنات لداعش قرب المنارة الحدباء حيث قتلت 30 إرهابيا ودمرت 12 هدفا متحركا. عراقيا أيضا، أعلن خيري بوزاني مدير شؤون الأيزيدية في العراق عن تحرير 36 مختطفا أيزيديا من تنظيم داعش من بينهم 27 طفلا. بوزاني أشار إلى أن غالبية المحررين هم من أهل سنجار، ليرتفع بذلك عدد الأيزيديين المحررين من قبضة داعش إلى 2900، فيما لا يزال نحو 3000 آخرين مختطفين من قبل التنظيم. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حذر من حملة تسعى للإيقاع بين العرب والكرد في البلاد على حد تعبيره. وفي كلمة خلال مهرجان للوحدة الوطنية في بغداد، تهم بعض السياسيين بتبني أكاذيب تنظيم داعش. أكاذيب العدو تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف بعض الساسة يتبنوها. أنا أعرف ليش يتبنوها. عندكم خصومة مع رئيس الوزراء؟ لا، لا، لا تهاجموا قواتنا رجاءً. لا تؤدون الى خلوا سيروا شجعان واجوا رئيس الوزراء مباشره، انا اتحمل نيابه عن كل القوات. اقول اليوم اوجه كلامي الى ابنائي واخواني في مدينه الموصل العزيزه علينا. التقيت بكم في الجانب الايسر، والاسبوع الماضي التقيت بكم في الجانب الايمن. هاي قواتنا البطلة، رأيتم كيف تعاملكم، رأيتم كيف يقدمون التضحيات من أجل تحريركم. أؤكد لكم أن يوم التحرير قريب إن شاء الله. فدى مراسل الميادين في فلسطين المحتلة بأن سلطات الاحتلال ستفرض الإغلاق العسكري على مناطق الضفة وغزة لمدة 3 أيام ابتداء من ليل اليوم. في غضون ذلك تتواصل الفعاليات الشعبية في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 13 يوما. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي الأسير المحرر ثائر حلحلة في بيت لحم. والد حلحلة قال أن دورية من جيش الاحتلال قامت بنصب حاجز متنقل عند مدخل النشاش في بيت لحم وأنزلت نجله وقيدت يديه واقتادته إلى جهة غير معلومة. معي الآن مباشرة من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. أولا نتحدث عن ظروف اعتقال الجيش الإسرائيلي للأسير المحرر ثائر حلحلة.
نعم، على ما يبدو أن قوات الاحتلال كانت تقوم بالمطاردة لسائر حلاحلة، بمعنى أنها كانت تريد فعلا اعتقاله منذ فترة، ونصبت هذا الحاجز في منطقة بيت لحم وسائر حلاحلة من منطقة الجنوب في محيط مدينة الخليل، وتمكنت من اعتقاله على حاجز طيار هناك، واقتادته حتى هذه اللحظة إلى جهة غير معلومة. طبعا هناك إدانة واسعة من نادي الأسير الفلسطيني ومن شؤون الأسرى والمحررين، لأن سائر حلاحلة أيضا خاض إضرابا عن الطعام ضد اعتقاله، ولكن قوات الاحتلال كالعادة تخرق الصفقات التي تعقدها مع الأسرى الفلسطينيين، نعم، وتعيد اعتقالهم كما جرى مع عديد من الأسرى الذين خاضوا معركة الخليل. طيب نسرين، بالنسبة أيضا لفعاليات التضامن مع الأسرى والقرارات الإسرائيلية المتعلقة بفرض إغلاق على الضفة الغربية وغزة لمدة 3 أيام ابتداء من ليل اليوم. يعني الأعياد الإسرائيلية هي نكبات الفلسطينيين طبعا، كل مرة يكون هناك عيد لدى الجانب الإسرائيلي تقوم إسرائيل بإغلاق الضفة الغربية، تقوم بإغلاق المعابر الحدودية، حتى يعني على المعبر الحدودي الوحيد للفلسطينيين وهو الجسر المؤدي إلى الأردن ومن الأردن إلى العالم يتم إغلاقه، لا يفتح طوال النهار فقط لساعات محددة، ويتم إغلاقه في فترة الأعياد. بالنسبة لمناطق الضفة الغربية، الحواجز العسكرية منتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية، لكن ما يعنيه هذا الإغلاق فعليا أن من يحصلون على تصريح للعمل في الداخل المحتل أو من يحصلون على تصريح لدخول المستشفيات في مدينة القدس المحتلة يتوقف العمل بهذه التصاريح حتى انتهاء فترة الأعياد الإسرائيلية. أما الإغلاق في الضفة الغربية هي عبارة عن سجن كبير تحيط الحواجز والجدران الفاصلة، الإغلاق لا يعني إلا لمن يحملون هذه التصاريح، وهي تصاريح للضرورة فقط، تصاريح زيارة مرضى، تصاريح العلاج أو تصاريح العمل. الفعاليات التضامنية مستمرة مع الأسرى ومع معركة الحرية والكرامة في كل أنحاء الضفة الغربية. خيم الاعتصام تشهد وفود كل يوم، هناك وفود جديدة تزور خيام التضامن سواء في رام الله أو في غيرها من المدن الفلسطينية، النقابات، نقابات العمال، نقابات الموظفين، الكل. اليوم كان هناك إضراب عن الطعام لمجموعة من الأسرى في خيمة الاعتصام في مدينة رام الله تضامنا مع أسرى معركة الحرية والكرامة. جاء خبر قبل قليل من سجن مجدو لأن 100 أسير آخرين انضموا لمعركة الحرية والكرامة وأضربوا عن الطعام أيضا، يعني تضامنا ومطالبة بحقوقهم التي يطالب بها رفاقهم المضربين منذ 13 يوما. عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حذر اليوم أنه بعد اليوم 13 أصبح هناك خطر حقيقي يتهدد حياة الأسرى المضربين، وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى وحتى لا يصيب أي أسير أي مكروه خلال هذه الفترة. أيضا خبر آخر هو أن المحكمة العليا الإسرائيلية حددت موعد للنظر في الالتماس الذي قدمه نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى من أجل منح زيارات للمحامين ولعائلات الأسرى المضربين يوم الأربعاء، نعم، يوم 3/5 المقبل، لزيارة ليتمكن المحامين من زيارة الأسرة، هذا إذا موافقة طبعا المحكمة الإسرائيلية. شكرا جزيلا نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا مباشرة من رام الله. في التقرير التالي نستعرض معكم لقاء بين أسير وعائلته من غير المعروف في أي من سجون الاحتلال، جرى تصويره ولا أسماء الأسير وطفليه، والصور المؤثرة بذاتها تكفي للتفاعل مع هذه العائلة التي تجسد معنى أن يكون الأب واحدا من آلاف الأسرى. أن تكون أبا أسيرا لدى الاحتلال يعني أن ترى أطفالك يكبرون من خلف زجاج. يعني أن تسمع أصواتهم الصغيرة تغني أناشيد مدرسية عبر الهاتف. وإذا كان مزاج سجانك مواتيا قد تحظى بضمة أو قبلة حقيقية من صغارك، لحظات سعادة تسرقونها كعائلة من سنوات غياب تثقل قلب الزوجة والأم بالدموع. تتماسك أنت حين تشرف زيارة على الانتهاء، تحافظ على ابتسامتك حتى آخر تحية وداع، تريدهم أن يذكروك مبتسما إلى أن يتجدد اللقاء.
تعاني عوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من منع السلطات الإسرائيلية لهم من زيارة أبنائهم. وقد أعاد الإضراب والأسرى عاد إضراب الأسرى الأمال إليهم بإعادة تحصيل أبسط حقوقهم وهي زيارة أبنائهم. تقرير أحمد غانم. تكابد عناء الشوق لولدها في كل لحظة وتختصر المسافات إليه عبر صورته الأخيرة التي تحفظ ملامحها عن ظهر قلب. الحاجة أم رائد حكم الاحتلال على نجلها البكر بالسجن مدة 20 عاما، ومنذ ذلك الحين لم يسمح لها بزيارته سوى بضع مرات حتى جاء القرار بالمنع النهائي، منع فاقم من أوجاع سنوات انتظارها الطويلة. كل ما سجل للزيارة واسأل الصليب إلي زيارة ولا لا يقولوا لي مرفوضة أمنيا، أنت مرفوضة من إيرز. ما أقول لهم أنا ايش عملت لما أرتفض، مع أنه الزيارة اللي أنا زرته فيها كنت عامل عملية المرارة وطالع منها ل15 يوم، فأنا ما رضيتش ما خفتش على صحتي عشان أنا مشتاق له نفسي أشوفه، رحت أزوره وأنا عاملة عملية. وجع الحاجة أم رائد صار اليوم وجعين بعد خوفها من فقدانه في معركة الحرية والكرامة. أم رائد ليست الوحيدة الممنوعة من زيارة نجلها في سجون الاحتلال، فثمة قلوب كثيرة تشاركها الألم والحرمان ذاته. فمنذ أسر المقاومة للجندي الإسرائيلي شاليط عام 2006 منع الاحتلال أهالي الأسرى في غزة من زيارة أبنائهم تحت حجج أمنية، وبعد إضراب جماعي ناجح للأسرى عام 2012 أعادت إسرائيل السماح لهم بالزيارة ولمرة واحدة كل شهرين، واليوم تعيد إسرائيل استخدام سلاح المنع كسياسة عقابية. بداية عدد العائلات الممنوعة من قطاع غزة من الزيارة هو 25 عائلة. وزارة السجون الإسرائيلية كذلك تقوم بعقاب الأسرى لأي خلل أو لأي مشكلة يقوم بها الأسير داخل السجون الإسرائيلية بعقابه، وأعطيت الصلاحيات لمدير السجن بحرمان الأسير من الزيارة من شهر حتى 3 أشهر. لذلك هي سياسة عقابية قديمة جديدة تتبعها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. منع عوائل الأسرى من الزيارة عدته مؤسسات حقوقية انتهاكا صارخا للحقوق البشرية والإنسانية ومخالفا للقوانين والشرائع الدولية. أحمد غانم، غزة، الميادين. تخطط الحكومة الإسرائيلية لبناء 15,000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية بحسب ما أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية. وزير الإسكان كشف أن وزارته وبلدية القدس تعملان منذ عامين على الخطة التي تشمل مقترحات لبناء 25,000 وحدة استيطانية من بينها 15,000 في القدس الشرقية. تعقد اليوم في قصر الاتحادية بالقاهرة قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. مراسل الميادين قال أنه من المنتظر أن يتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى مصر ترأس البابا فرانسيس قداسا احتفاليا في ملعب الدفاع الجوي في القاهرة بحضور أكثر من 25,000 شخص. وتحت شعار بابا السلام في مصر السلام دخل بابا الفاتيكان الملعب عبر سيارة مكشوفة لتحية الحضور بعد رفضه استخدام سيارة مصفحة مؤكدا ثقته في الأمن المصري. وأطلقت في سماء الملعب بالونات صفراء وبيضاء معلقة بها صورة للبابا ومكتوب عليها شعار زيارته لمصر، كما بارك البابا فرانسيس زواج عروسين حضرا إلى أرض الملعب. من العاصمة المصرية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في القاهرة محمد ناصر. بداية، أجواء زيارة البابا للقاهرة محمد، والنقطة الأخرى القمة التي تعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا.
بلا شك كمال أن الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للقاهرة على مدار اليومين اليوم وأمس تمثل زيارة تاريخية بكل المقاييس، وتلقى قبولا وتلقى ترحيبا شديدا من قبل كافة الجهات في مصر، سواء الجهات الرسمية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا كافة الجهات والمؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة القبطية المصرية، بالإضافة إلى الترحيب الشديد الذي لقيته تلك الزيارة من جموع الشعب المصري. تلك الزيارة تمثل وفقا لما يراه المراقبين هنا في مصر، تمثل زيارة تاريخية بكل المقاييس، فهي الزيارة الأولى للبابا فرانسيس إلى مصر، وهي الأولى أيضا لبابا الفاتيكان منذ 17 عاما، وتأتي في ظروف استثنائية كما يقول البابا. فقد أصر البابا فرانسيس على استكمال تلك الزيارة وإجراءاتها رغم الأحداث الدائمية التي شهدتها مصر على مدار الأسابيع الماضية، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من الأقباط في تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، إلا أن إصرار البابا على استكمال تلك الزيارة كان يمثل رسالة واضحة بدعم الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية المصرية، وهما بدا واضحا في الخطاب الذي ألقاه بالأمس في حضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استخدم فيه مفردات في غاية الذكاء بدا فيها واضحا دعمه الشديد للقيادة المصرية في مواجهة الإرهاب. أيضا زيارته بالأمس إلى كاتدرائية ولقاء البابا تواضروس الثاني، وأيضا تفقده للكنيسة البطرسية التي شهدت بدورها حدثا إرهابيا قبل عدة أشهر، وتوقيعه اتفاقية بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية في مصر والخاصة بالمعمدية، وهي الاتفاقية التي أنهت خلافا استمر مدة 15 عاما. أيضا زيارته التاريخية للأزهر وإلقائه كلمة في ختام أو في الجلسة الختامية لمؤتمر السلام الذي ينظمه الأزهر، والترحيب الشديد والحفاوة البالغة التي بدت واضحة في العناق والسلام والترحيب والقبولات التي كانت بينه وبين شيخ الأزهر، بدا واضحا فيه رغبته في تعزيز الحوار والدعم العلاقات بين كافة الطوائف وكافة الأديان، بما يمثل نقلة نوعية كبيرة في مصر الآن. بالنسبة للقمة بين السيسي ومحمود عباس، فيما يخص القمة بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن الرئيس الفلسطيني من المتوقع أن يصل إلى القاهرة بعد ساعات قليلة من الآن، وسوف يعقد جلسة مباحثات ثنائية بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم فيها كما ذكر عزام الأحمد القيادي في حركة فتح، يتم فيها مناقشة كافة الأجواء والأطروحات التي طرحتها عدد من الدول الدولية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بعملية السلام في المنطقة، وذلك قبل الزيارة المتوقع أن يقوم بها الرئيس الفلسطيني بعد أيام قليلة إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي ترامب، بما يؤكد أن مصر كما ذكر عزام الأحمد هي صاحبة الدور الريادي والقيادي كما قال في عملية دعم عملية السلام، وأيضا دعم الطرف الفلسطيني في أي مفاوضات سواء كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. شكرا جزيلا لك محمد ناصر، مدير مكتب الميادين في القاهرة، كنت معنا مباشرة من القاهرة. الظاهرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مادورو يعلن أنه سيكشف وجه العنف الحقيقي للمعارضة في فنزويلا. مجددا حياكم الله. استنكر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الاشتباكات العنيفة التي وقعت في ريو دي جانيرو أثناء إضراب عام دعت إليه النقابات، وكانت مواجهات قد اندلعت في ريو دي جانيرو حيث قاد الاتحاد البرازيلي أول إضراب عام في البلاد خلال أكثر من عقدين احتجاجا على إجراءات التقشف التي اتخذها تامر. تقرير دلول حديدان. محاولة السلطات إنقاذ اقتصاد البرازيل من الركود قد يدخل البلاد في جحيم. الإضراب الواسع للطبقة العمالية المحتجة على إجراءات التقشف التي أعلنها الرئيس ميشيل تامر تحولت إلى أعمال شغب آخر النهار، وعرقلت حركة وسائل النقل المشترك في العاصمة الاقتصادية ساو باولو. المتظاهرون في عديد من المدن أغلقوا محاور طرق هامة وأحرقوا الإطارات المطاطية عسى أن توصل سحب الدخان
الثاني ما عجز صوت العامل البرازيلي البسيط عن إيصاله. عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساو باولو وفي طريقهم إلى المقر الخاص للرئيس تامر قابلتهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع. أعتقد بالصدق أن هذا الإضراب كان قويا لدرجة أنه لن يؤدي فقط إلى هزيمة هذه الإصلاحات، بل يمكن اعتباره بداية نهاية حكومة تامر. واقتراحنا هو إجراء انتخابات مسبقة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. التعديلات التي أقرتها حكومة ميشيل تامر على أنظمة التقاعد والمرونة في العمل لإخراج البلاد من أسوأ فترة ركود في تاريخها ستقع على كاهل العمال البسطاء، ولن تنضح إلا مزيدا من عرق عمالي رخيص. تقول النقابات إن الفقراء في البرازيل سيتحملون كلفة تغيير نظام المعاشات مع زيادة سن التقاعد وتقليص الفوائد. المركزية النقابية للعمال الأهم في البلاد كتبت على موقعها: تامر لا يحكم، الطبقة العاملة هي التي تحكم. الرئيس ميشيل تامر أعرب عن أسفه بعد وقوع أعمال العنف في ريو دي جانيرو، مشددا على استمرار خططه في تحديث الدولة. مظاهرات الأمس قد تكون أول فورة من غليان شعبي تفرضه البطالة بنحو 14 عاطلا من العمل وظروف معيشية صعبة. ومن ساو باولو ينضم إلينا الناشط السياسي الأستاذ رضا سويد. أستاذ رضا حياك الله، ومباشرة نسأل حول هذه الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها ريو دي جانيرو، إلى أي حد هذا الإضراب وهذه الاحتجاجات سوف تنهي أو تفشل سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة؟ تحياتي أستاذ كمال. حياك الله. هذه قناة الميادين. بالحقيقة البرازيل دخلت مرحلة ما بعد الانقلاب. نستطيع أن نقول بأن 28 من هذا الشهر وضع حدا لتمادي الانقلابيين في سياساتهم التعسفية في البرازيل. ما تحاول وسائل الإعلام البرازيلية الموالية للانقلاب بإظهار أعمال الشغب وتصويرها أن هذا ما حصل البارحة هو كان مجرد أعمال شغب ليس صحيح. هناك تقدير بحوالي 35 مليون مواطن شاركوا في هذا الإضراب الذي عم مختلف المدن والعواصم البرازيلية وليس فقط الريو دي جانيرو. فشلت كل محاولات إفشال هذا الإضراب وتصويره بأنه هو مجرد أعمال شغب. خلال هذا الأسبوع حصل التصويت في مجلس النواب، وكان تصويتا هدد حتى بإفشال هذا التصويت أنه حصل على نسبة ضئيلة من متفوقة. فتح هذا إضراب البارحة فتح المجال بأن هناك إمكانية إسقاط التصويت على قانون العمل، حيث سيكون هذا من خلال تعديل دستوري ويحتاج إلى أرقام أكبر من النواب للتصويت بصالح هذا التعديل. طيب أستاذ رضا، هل تتوقعون أن تؤدي هذه الأوضاع في البلاد إلى اللجوء إلى الانتخابات المبكرة في شهر أكتوبر؟ من الصعب. الانقلابيين لازالوا متمسكين بالسلطة ويظنون أنهم يستطيعون تكملة هذا المشوار لغاية عام 2018، وعندهم رهانات أخرى يحاولون من خلالها منع أو عودة الرئيس لولا إلى الترشح. في الوقت الحاضر هذا كان إنذار واضح ما حدث البارحة بأن الشارع استعاد حيويته، بأن النقابات العمالية أظهرت قدرتها على الحشد وعلى الخروج إلى الشارع، وأن هذا الحكم الانقلابي فقد مصداقيته
في الشارع وفي أوساط حتى الطبقة الوسطى التي ساندت هذا الانقلاب، وهناك أيضا الخوف الأكثر عند السياسيين خاصة النواب الفيدراليين الذين سيصوتون للتعديل قانون العمل، وهو بمثابة تمزيق لقانون العمل الجماعي. يعني هذا يعتبر قانون تاريخي من أكثر المكاسب اللي حصل عليها فقراء البرازيل وعمالها يحاولون سلبه منهم. نعم. هذا الحدث أيقظ الشارع البرازيلي، وأظن أيقظ الطبقة السياسية اللي هم النواب في مجلس النواب. نتيجة التصويت اللي حصلت هذا اليوم الأربعاء كانت 296 على 257. تحتاج أي مادة دستورية للتعديل إلى 308 أصوات. فإذا أخذنا بعين الاعتبار 296 صوت، نقول بأن تبرير قانون هذا العمل الجديد لهذا الحكم الانقلابي لن تمر. زائد ما حصل البارحة، هناك انذار بأن صحيح الانقلاب لن يستطيع أن يستمر بهذا الزخم، وإيجاد مخارج سياسية على المدى القصير في البرازيل ليس هناك وضوح في هذه الرؤية. شكرا جزيلا لك أستاذ رضا سويد الناشط السياسي، كنت معنا مباشرة من ساو باولو. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيكشف عما سماه وجه العنف الحقيقي للمعارضة المتمثلة بطاولة الوحدة الديمقراطية واليمين المتطرف. مادورو أبدى في خطاب أمام مناصريه رفضه للدور الذي تلعبه وسائل إعلام كبرى من بينها وسائل إعلام روسية، وانتقد أدائها المتمثل باتباع أخبار الوكالات بشكل تلقائي. مندوب فنزويلا إلى منظمة الدول الأمريكية شن هجوما عنيفا على المنظمة، معتبرا أنها تحولت إلى أداة تعمل ضد أعضائها. نحن نترك منظمة الدول الأمريكية لأنها تحولت إلى أداة عدوانية ضد فنزويلا، المنظمة التي أنشئت لتكون مركزا للتعاون والتكامل والعمل المشترك والمنفعة لجميع أعضائها، تحولت خلال الأسابيع والأشهر الماضية إلى أداة للقمع والإهانة لأعضائها. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من منطقة شمال بيونغ يانغ بحسب ما أفادت به وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. بيان صادر عن الجيش الكوري الشمالي أكد إطلاقها كوريا الشمالية صاروخا مجهول الطراز فجر في الجو بعد ثوان من إطلاقه. هذا وأشار مصدر حكومي أمريكي لأن الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على إطلاق الصاروخ لم ينجح. إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ترد على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بالإسراع بخططها لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. العقوبات تشمل إجراءات محتملة ضد كيانات كورية شمالية وصينية محددة. لذلك اعتبر ترامب أن التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية دليل على عدم احترامها لحليفتها الصين. قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا قدمته الولايات المتحدة يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في منطقة مينوروسو حتى أبريل نيسان من العام المقبل، في حين رحبت الأمم المتحدة بانسحاب عناصر جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات في الصحراء الغربية، مؤكدة أن ذلك سيحسن إمكانات إعادة إطلاق عملية التفاوض بين بوليساريو والسلطات المغربية. توجه أكثر من 900 ألف ناخب من أفراد الجالية الجزائرية إلى الخارج اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار 8 نواب لهم في البرلمان في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 مايو المقبل. وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت وجود 61 مركز اقتراع و390 مركزا للتصويت تتوزع في الدول العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين. We'll be right back.
فاجأ الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني قيادي الحزب الحاكم برسالة يحثهم فيها على المشاركة بقوة في إنجاح الانتخابات والحفاظ على ريادة الجبهة. سعداني انتقد قوائم مرشحي الحزب ودعا القيادات إلى تجاوز الخلافات وإهداء الفوز للرئيس بوتفليقة رئيس الحزب. لكن توقيت الرسالة أثار حساسية في قيادة الحزب التي شككت في نواياها. هذا التقرير لأسامة عبد النور. بعد غياب طويل وصمت مطبق، ظهر الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني ليحرك الحملة الانتخابية الباهتة ويثير الجدل في صفوف الحزب الحاكم. سعداني صاحب تصريحات نارية دعا قادة الجبهة إلى الحفاظ على وحدة الحزب وتجاوز خلافات الماضي، منتقدا اختيارات الأمين العام الحالي لمرشحي الانتخابات، انتقادات لم ترق قيادة الحزب واعتبرتها تشويشا على حملتها الانتخابية المشرفة على الاختتام. أنا مسؤول عن القائمة اللي موجودة هنا، ما انتظرش اليوم ولا امس باش نتكلم، وحضرنا وجرينا واستشرنا. قوائم جبهة التحرير الوطني طغى عليها ترشح وزراء سابقين ونواب يسعون لدورة برلمانية جديدة. متصدر قائمة العاصمة والمرشح لرئاسة البرلمان الوزير السابق سيد أحمد فروخي أبرز من طاولته انتقادات الأمين العام السابق. وبحسب المراقبين فإن هذه الانتقادات قد تعقد مهمة المترشحين. حملتنا الانتخابية كانت ناجحة ونظيفة وعلى أعلى درجة من المسؤولية. نزلنا إلى الشارع لمقابلة المواطنين والمواطنات تحت شعار الوفاء الاستمرارية رد الجميل. مراقبون انتقدوا دخول الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني على المشهد الانتخابي لأنه برأيهم جاء في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين حزبي السلطة. لو قال هذا الكلام يعني في بداية الحملة الانتخابية ولا ربما كان يعني لا يحسب عليه، ولكن الآن راهي في الأسبوع الأخير مع الأيام الأخيرة من نهاية الحملة، أعتقد أنه عمار سعداني يعني أخطأ سياسيا من حيث لا يدري ولا ربما، ولكن يبقى أنه كلامه كان جميل جدا لما تكلم على أنه يجب لم الشمل. في واجهة المشهد تقف جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم أمام حتمية واحدة هي الحفاظ على أغلبيتها البرلمانية لمساندة برنامج رئيس بوتفليقة رئيس الحزب. على المحك يقف حزب السلطة الأول في الجزائر. نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة مصيرية بالنسبة لهذا الحزب، أي تراجع عن الأغلبية البرلمانية يعتبره مراقبون فشلا للقيادة الحالية. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. قصة إنسانية لافتة، الطبيب اللبناني شوقي يونس يضع حدا لمعاناة الطفل محمد سليم بوهبه إحدى كليتيه، مقدما على خطوته غير آبهم بالأوجاع التي قد يواجهها وبتعريض حياته للخطر. هذا تقرير فاطمة خليفة. في البداية يعتبروها أن والله خليك يا حكيم، من باب الكلام المجاملة، يعني عبلو أنا بعطيك إنه عم جامله، أنا القادر وهو المحتاج، انتقد قدرتي على حافظ، يعني هي محاولة كمان، الحياة إرادة إلهية، بس نحن البشر بنحاول نساعد بهذا الموضوع. العطاء بجرب العطاء بيعرف شو معناته الفرح، كثير كثير كنت مبسوط لما فكرت اعطي، انبسطت اكثر لما نجحت العمليه. هذا صار اليوم هو عمل بطولي من طبيب عطى كلمته لشخص ما بيعرفه. انا واحد اعتبرتها فرصه لدرجه قلت له لبيو انا بشكرك، انا شكرت بيو وصبري انه سمح لي منحني الفرصه انه اعطي.
هو برأيي علامة فارقة مش كل الناس فيها تعطي. الطبيب إنسان لدرجة العطاء من جسده. نحن عم نضحي بجزء الإنسان عم يتبرع بأعضاء، كنا عم نضحي بجزء في ناس ضحوا بالكل، شهدائنا كل شهداء الوطن من أقصى من الأدنى إلى الأقصى ضحوا بالكل، يعني أزكى الشهادات شهادة الدم. تحت شعار بغداد زهور وثقافة وانتصار انطلقت فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور بنسخته 9 في حدائق متنزه الزوراء وسط حضور جماهيري كبير. أرض بلاد الرافدين تجسد عراقة البلاد ورقي أهلها في استخدام الورد كرسالة للسلام والأهداف السامية المنشودة. لوحات فنية من الزهور المتنوعة امتزج فيها جمال الزهور بمعاناة العراقيين وحربهم ضد تنظيم داعش. المهرجان تميز بألوان عديدة من الزهور المختلفة التي صممت وفق أشكال عديدة أبدع مصمموها فيها. نوافير المياه كانت حاضرة لتزيد من رونق المهرجان فنثرت رذاذها في المكان وعلى الورود. العديد من المواطنين العراقيين أعربوا عن سعادتهم بحضورهم احتفالية الافتتاح وتمتعهم بمنظر الزهور الجميلة التي يفتقدون الاهتمام بها في بلد الرافدين. هذا المعرض يشكل في نقطة تحول بالنسبة للعراق على مستوى بيئي وعلى مستوى أنه العائلات تجي تتفرج به وتتنزه تغير جو شوية. مهرجان بغداد الدولي للزهور والذي تقيمه أمانة بغداد أصبح تقليدا سنويا يقام في شهر نيسان أبريل من كل عام، حيث تتم دعوة عدد كبير من دول العالم للمشاركة فيه، فضلا عن الشركات والمكاتب الزراعية المتخصصة في المجال الزراعي وبفن تنسيق الزهور. منظمو مهرجان الزهور هذا أرادوا إيصال رسائل عديدة إلى العالم مفادها أن العراق بلد السلام والجمال على الرغم من الهجمات الإرهابية التي تستهدفه، لذا كانت هذه المهرجانات لتتحدث من خلال الزهور عن الوجه الآخر للعراق. والآن إلى فقرة الرياضة وزميل عبير الذوادي، تفضل يا عبير. شكرا لك كمال. أهلا بكم. فوز برشلونة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد انتقل من إسبانيا إلى لبنان، ولكن هذه المرة بنكهة استعراضية. النجوم السابقون للفريقين توجهوا إلى العاصمة بيروت لخوض مواجهة الكلاسيكو التي انتهت بثلاثة أهداف لاثنين لمصلحة البارسا، أي بالنتيجة نفسها للمباراة بين الطرفين في العاصمة مدريد الأحد الماضي. الجمهور اللبناني استمتع بمشاهدة كوكبة من أساطير اللعبة على رأسهم الساحر البرازيلي رونالدينيو. حصد النقاط الثلاثة أمام فالنسيا هو أمل ريال مدريد للمنافسة على الدوري المحلي. النادي الملكي يأمل إنهاء الجولة 35 بفوز على أرض سانتياغو برنابيو لمصالحة جمهوره بعد الخسارة في الكلاسيكو الأحد الماضي. تشكيلة الريال سيغيب عنها البرتغاليان بيبي وفابيو كوينتراو بسبب الإصابة. يذكر أن نادي العاصمة الإسبانية يتساوى بعدد النقاط مع برشلونة لكنه يتخلف بمباراة وحيدة. يوما بعد آخر يقترب المدرب خورخي سامباولي من الإشراف على المنتخب الأرجنتيني. مدير الجهاز الفني لفريق إشبيليا طلب من الاتحاد الأرجنتيني تعيين سيباستيان بيكاسيسي مساعدا له، علما أنه عمل في المهمة نفسها مع سامباولي مع المنتخب التشيلياني سابقا. يذكر أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا أكد أنه يتواصل مع نادي إشبيليا الإسباني لإنهاء عقد سامباولي. فريق ريال مدريد لكرة السلة على خطى كرة القدم بعد التأهل إلى نصف نهائي اليوروليغ. بطاقة العبور إلى المربع الذهبي تحققت بعد الفوز على نظيره التركي دار الشفقة بفارق نقطة واحدة. سيرخيو لول قاد الملكي إلى التأهل بإحرازه 17 نقطة، كذلك أضاف زميله تراي ثامبسون
15 بينها 6 نقاط في الوقت القاتل. ريال مدريد سيعود من جديد إلى مدينة إسطنبول لمواجهة فنرباتشي في نصف النهائي. إلى عالم التنس، ورافائيل نادال الذي تأهل إلى نصف نهائي دورة برشلونة بعد الفوز على الكوري الجنوبي تشونغ هيون. النجم الإسباني قلب تأخره في الشوط الأول إلى تقدم مستغلا خبرته في الملاعب الترابية لينهي اللقاء لمصلحته بمجموعتين نظيفتين. نادال أكد أنه لم يلتقي مع منافسه من قبل وقد تعرف إلى طريقة لعبه من خلال الفيديو. هذا وانضم المتادور إلى البريطاني أندي موراي في المربع الذهبي. في عالم السرعة تصدر السائق لويزي إلفن إيفانس اليوم الأول في رالي الأرجنتين المرحلة الخامسة من بطولة العالم. سائق فورد قدم أداء رائعا على مدى 8 جولات ليتقدم بفارق 52 ثانية عن ماتس هاملز صاحب الترتيب الثاني. اليوم الأول لم يبتسم للنرويجي ياري ماتي لادفالا، فقد أنهى السباق في المركز السادس بعد تعرضه لحادث سير. أما حامل لقب سيباستيان أوجيه فاحتل المركز الرابع. نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن أعود إياكم إلى كمال. عبير شكرا جزيلا لك. الظهيرة انتهت في ختامها تذكير بالعناوين. أكثر من 100 بين قتيل وجريح باحتدام المعارك بين الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق. إضراب الأسرى متواصل اليوم 13، والاحتلال يفرض إغلاقا عسكريا على الضفة وغزة لثلاثة أيام. مواجهات في مدن برازيلية بعد أول إضراب عام في البلاد خلال 20 عاما احتجاجا على سياسة التقشف للرئيس تامر. في اليوم الأخير من زيارة مصر البابا فرانسيس سيترأس قداسا في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بحضور آلاف الأشخاص. هي إرادة إلهية نسمح البشر ونحاول نساعد بهذا الموضوع. في قصة إنسانية لافتة نقلتها الميادين نت، طبيب لبناني يهب الحياة لمريض بمنحه إحدى كليتيه. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين.نت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.